34 بيقول figure 453 shows a block mass MA on a smooth horizontal surface connected by a thin cord اللي هو ده that passes over a pulley ادي البكره اهي to a second block MB which hangs vertically. بيقول لي draw a free body diagram for each block showing the force of gravity on each والforce tension exerted by the cord وإني normal force. يعني ادي ال MA وفي حبل كده طالع منه وادي ال MB وفي حبل طالع منه وعايز الفورسز هنا في T وتحت في MB في الجي هنا في T نفسها الاتنين على بكرة واحدة مفيش فريكشن ولا في ignore friction يبقى بس كل اللي عندنا M A G وعكسها N اللي هو النورمال فورس وما عندناش حاجة تاني مفيش فريكشن ده المطلوب ايه؟ في المطلوب بي طالب ايه؟ apply Newton's second law to find formulas for the acceleration of the system and for the tension in the cord. طيب هو احنا عندنا دلوقتي كتلتين بيتحركوا مع بعض لو خدنا السيستم على بعضه وده اسهل نقول سيجما الاف يساوي سيجما الام في الايه كل فورس بتحرك السيستم نكتبها هنا اللي هي مين مفيش غير الام بي جي ومفيش حاجه بتعكسني طبعا لان مفيش فريكشن مين اللي بيتحرك حاجتين ام اي زائد ام بي في الاكسلريشن اذا على طول الاكسلريشن بتساوي ام بي في الجي على ام اي زائد ام بي طيب طالب كمان التنشن يعني دي الاكسلريشن وطالب التنشن التنشن ممكن ناخدها مثلا من هنا بدل ما نقول لنا ام بي جي ناقص تي يساوي ام بي اي لا اخدها من هنا اسهل نفس القانون استخدمه هقول سيجما الفورس تساوي ام اي في الاكسلريشن طيب هيبقى التي بتساوي التي ده الفورس هتساوي الام اي في الاي الام اي في الاي يعني تساوي الام اي بس هضربها فوق تبقى ام اي ام بي جي على ام اي زائد ام بي يبقى الاكسلريشن اللي هي الحته دي ضربتها في الام اي اداني التنشن وهنا كان الاكسلريشن طبعا بالرموز بتبقى صعبه شويه في الامتحان بتيجي ارقام فبتبقى اسهل